ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحمل يوم الثلاثاء 19 ابريل نيسان 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 21 مارس ل 31 مارس. التوسع النهارده هيكون عنوانك في كل افقك لليوم ده، خاصة في الوقت الحالي بيبدو كل طرقك القديمة في النجاح هتبقى مسدودة. لازم تلاقي طرق جديدة على الرغم من انك ممكن تكون كنت اصلا في طريقك السليم والصحيح وكنت بتتقدم فيه بشكل كويس وبتتابع من خلاله طريقتك السابقة دي، اما في الوقت ده هتلاقي عقبات كتيرة جدا بتظهر في طريقك وهتصبح من الضروري انك تعيد تقييمها وتقيم موقفك بشكل كويس وتنظر فيه شوية الاحتمالات الجديدة اللي ممكن تكون بتظهر ليك. هتحاول انك تغير مدخلك لكل امورك، هتركز على مهمتك الاساسية بشكل كويس علشان بعد كده تقترب اكتر من هدفك اللي انت حابب انك توصل ليه. توقعات العشرية التانية مواليد 1 ابريل ل 10 ابريل. النهاردة ممكن هتوصل لخط النهاية، خاصة لو كنت انت بتشتغل من مدة طويلة جدا علشان توصل للنتائج دي، خاصة في مشروع ما انت كنت بتحلم انك توصل ليه، وده ممكن يكون الوقت المناسب علشان تحقق من خلاله التقدم اللي انت بتحلم بيه. فلازم بس انك تقوم بتخصيص وقتك اكتر ومواردك بكفاءة اكتر وتحاول انك تتأكد انك مش هتصبح مهمل للناحية دي، خاصة وانه ممكن تكون مشاعرك بتجرفك بنجاح كبير جدا جدا. فبنصحك انك تقبل المساعدة والنصيحة من كل الاشخاص اللي حواليك لان ده هيكون بيحدث فيه نتائج كتيرة جدا جدا في قدراتك في اليوم ده، وممكن تبقى اهم من اللي انت تخيلته قبل كده. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 أبريل ل 19 أبريل. النهاية النهاردة هتوصلها لنهاية أحلامك بشكل سلس أكتر، خاصة لو كنت أنت بتصبح مشغول بخيالك الواسع خلال الفترة دي وإنك تبني حصول كتيرة جدا جدا في السحاب، وهيكون الوقت مناسب انك تستيقظ وتشروع شروع يبقى فعلي اكتر في المشروعات اللي انت حابب انك تدخل فيها دي واللي هتظهر على ارض الواقع بشكل كبير، خاصة لو كانت خططك واساسياتك قوية جدا ولو كان ممكن انك تنفذها في الفترة دي. الا انك لو وصلت للانغماس في احلامك زيادة عن اللزوم او احلامك غير الواقعية هتفوتك فرصة مهمة جدا جدا انك تبدد من خلالها طاقتك القيمة.